وين بنتك ولك؟ وينك؟ ليش هيك عم تعمل يا رؤوف؟ أنا أبوك. ولك وين أحسن طلع مصارينك؟ حق سجل ابنه وأنا ما بيهون علي، كل حبيت ما يكون له أب. عليك تضحك على جماعة أكرموك وأعطوك بنتهم وتفوت عليهم بهالطريقة. ولك قوم هيك أحسن معلق مشناتك أنت وياها. قلت لي ابنه ما هيك؟ ترباية بدك ترباية بنتك ما بتعرف تجيبها لأولاد حرام. هلا أنا ماني جاي آخذ وقتي معك، أنا جاي أسحطها من شعره وبس. روح اليوم حرام. مو شايفه خنق الزلمه؟ شو وين عايشين نحن؟ احكي بأدب يا ابني. بلا أدب بلا بطيخ. وقت بتكونوا مؤدبين ومحترمين مع الناس كل دعتنا محترمه، ومو كل الناس بتخاف من رتب الخرطوش، فحمل حمالك انت وياه واطلعوا لبرا احسن ما كونكم باردكم. نزل ايدك يا ابني. طولوا بالكم يا شباب، ما بدنا نكبر القصه. لا بدنا نكبرها، يهجم على الضيعه ويبطح زلمه هذا ابوه بالارض. شو وين مفكر حاله؟ الناموس ما بتخبى ولا بيخجل صاحبه. ولك نزل ايدك عم بقول لك. مالي منزل، خلي زلمتك يشيل السلاح من ايده احسن ما كونه جثه. لك خلص بعد هيك. مالي مبعد وزعرني ما عاد بدها. شو لك؟ تهجم على بيوت الناس، شو بتسميها يا سيارة المقدم؟ ولك اتركوا انت ويا ولك بعد. اترك راح اتركك بثواني، بتاخذ زلمتك وتطلع لبرا ولا بعد ترجع لهون، عم تفهم؟ لبرا. شيرين وينها؟ شيرين بتشوفها بالمحكمة وبدها تسجل ابنها غصبا عنك. بنتك خانتني يا ابو شيرين، بدل ما تروح تذبحها يا عديم الشرف. نحن ما بنذبح حدا يا سيادة المقدم، نحن مسؤولين عن بنات ضيعتنا، واللي بدي يقرب عليها بدي يقتلنا نحن بالاول. الله يخليكم تدموا على السهل ولدتوا فيها. امشي ناصح. خود ناصح خود. روح بلط البحر. الله ينتقم منك. الله ينتقم منك. الله ينتقم منك. هذا ما بيخاف الله. قل لن يسوبكم الا ما كتب الله لكم. لا تخاف عنك ولا ما نحن معك. الله يخليكم يا شباب. والله ما من شرفنا عمي. عود. سيدي طول الطريق ما خليتني احكي لك. سجلت ممكن احكي بس كلمة. شو بدك تقول؟ استاذ بابا هون. روحي انا مش روحي. تفضل شو بدك تقول؟ ما بعرف سيدي. ليش عم تدخل سمعك؟ سيدي ممكن تهدي حالك شوي؟ لا بقى تقول لي هدي حالك. حشرات تطاول علي وتحاول تضربني قبل ما فوت على السجن. كندوس ارض الشام صنوبر حلب يرجف، هلا شويه سيسان يتهجموا علي انا. شو صار بالبلد؟ العمى لا عاد حدا استحى ولا عاد حدا خجل. اوساخ بدها تتطاول على السياده. اقسم بشرفي لخليهم يقولوا اسمي قبل الصلاه وبعدها، لخليهم يركعوا قدامي واحد واحد، وخلي الدنيا كلها تتفرج عليهم. سيدي روحتنا لحالنا كانت غلط. انا ما بغلط معك. ما بقصد سيدي. هنن اللي بيغلطوا، أشرف الناس ما بتغلط. طبعا طبعا سيدي. لكن ليش عم تقولوا غلطنا؟ ليش؟ سيدي اللي قصدته انه كنا ما لازم نروح لحالنا، لازم ناخذ عناصر اكثر معنا. مثل ما بتعرف الرجال بتعمل هيبه. اوعك اوعك، انا ما باخذ هيبتي من حدا، ونحن ما غلطنا. اسف سيدي. الغلط انه هالحشرات هي ما عادت تتحبك. انا يتهجموا علي صعليك؟ ماشي الحال. ناصر بدي معلومات كامله عن اولاد الكلب. لازم يطلع حولهم شيء. بدي اتلزز وهنن عم بيبوسوا صباطي. بدي دوس راسهم واحد واحد. امرك سيدي، بس اهدى الله يخليك. لا بعت لي اهدى، بدي اهدى، بدي اياهم راكعين هون. خلص سيدي، بصير مثل ما بتجيب عنهم كل شيء من يوم اللي ولدوا، وخاصه هذا الكلب اللي قال لي اطلع لبرا. بدي اياه يطلع برا الحياه، عم تفهم؟ عم بفهم سيدي. روح على بيتكم خلص. أبي شو في؟ أبي حكيني شو في؟ يا جماعة حدا يرد علي، حدا يفهمني شو في شو صاير؟ أمي ردي علي شو في؟ لا الحمد لله ما صار شيء، بس كان جوزك هون وقلي هو أبوك. جوزي؟ أبي
رؤوف طلع من السجن؟ رؤوف اجى لهون؟ شو حكاك؟ شو عمل لك؟ فهمني، بوسه لايدك، بوسه لايدك، فهمني شو عمل لك. يلا ابي انا جاهزه. شو ابي خايف؟ خايف عليك يا بنتي. لا تخايف علي يا ابي، خوف ما بيجيب غير الخوف، وانا رح كمل للاخر. من وقت ما فت على بيت رؤوف وعرفتوا على حقيقته، انا كل يوم بتمنى فتح عيوني بلاقي حالي قوية وقدر اوقف بوشه. هلا شوية المسخرة اللي عملهم هون ما رح يخوفوني. انا ما بدي اتنازل عن الدعوة، بتثبت الولد لو شو ما صار. الحق عليك، الحق علي، انا اللي رخصت فيك كثير، كان بدي حدا يهنيكي. معلش قبل اللي صار صار، أنا كمان ما كان لازم أقبل أتزوج بدون زواج محكمي. ما كنت متخيل يطلع هيك. ليش مين كان متخيل؟ يلا تعال نمشي. يلا بابا يلا. ديروا بالكم على حالكم. يلي الله كاتبه يا محلا. الله معكم. دعي لنا أمي. الله معكم. يلا يا الله يحميكم. أنت شيرين عباس؟ نعم سيدي أنا. أنت كتبت كتابك من المدعو رؤوف عنوة ولا برادتك؟ بإرادتي سيدي، بإرادتي. لا تخافي، أنا هون لساعدك مو لخوفك. إذا كان أبوك أو أي حدا جبرك على الجوازة احكي، ما تخافي. لا سيدي، أنا تزوجته بإرادتي وبقبول تام. أنت أبوها؟ نعم أستاذ أنا. عندك علم يا سيد إنه القانون بيسمح لي أحبسك مدة 3 أشهر؟ أنت والشيخ اللي كتب له الكتاب، مو بس القانون بيفرض علي هيك، نفسي كمان عم تدفعني لحبسك. ليش سيدي؟ وعم تسأل كمان؟ أنت بتعرف إنه اللي ارتكبته بحق بنتك جريمة؟ جريمة راح يدفع ثمنها البنت هي وابنها؟ إذا بدك ما نحكي بلغة القضاء والقانون، فيني أقول لك إنه اللي ساويته ببنتك حرام، أنت رخصت فيها. غلطة سيدي، غلطة. أنا راح أجي موضوع التوقيف، لأنه البنت بحاجتك هلا، بس صدقني ما راح وفرك بس خلصت قضيتك. سجل عندك يا ابني. ويلو هلا فضونا غير شو. ترام سيدي. جبل مع جبل ما بيلتو، بس رؤوف مع الكلاب بيلتي. ليش تغير لونك؟ عيب؟ سيدي داخل عليك، أنا كلامي خدامك. رح ضل عمر تاني وتالت تخدمه بس. يا ابنك سيدي غصب عنك. مظبوط سيدي، غصب عني. فيني أحرقك حرق لحد ما تصير مثل الرماد وكبك بنهر بردة، وبتعرف إنه رابطك بإيدي وما في علي سلطان وما في عليك شفاعة. بعرف سيدي بعرف. لهيك بدك تنفذ اللي راح أقول لك إياه بالحرف، لأنه هالمرة ما في مين يتشفع لك. أنا بيأبنعك. والله والله واللي اسمه الله، لو ما طلعت لي الشغلة هي لخلي زريتك كلها تتشفع لك من جد. جدك من أيام الجاهلية لهلأ لخليهم يطلعوا من قبورهم ليبوسوا إيدي ورجلي لحتى أعفي عنك. صحصك الو سيدي، انا جاهز لكل شيء. طبعا بدك تكون جاهز غصبا عنك. غصبا عني
حاضر. في ادعاء من قبل المقدم رؤوف عليك وعلى المتهم شيرين بتهمة الافتراء، شو بتقول؟ سيدي إذا كان الكذب بنجي الصدق أنجم. طيب هات الصدق لنشوف. سيدي أنا كنت أشتغل عند سيادة المقدم رؤوف 3 سنين، بالسنة الثالثة نويت أني أتجوز، قمت طلبت منه مبلغ 100,000 ليرة والزلمة ما قصر، أعطاني 100,000 ليرة وراح معي على بيت أهلها لشيرين لحتى نطلب إيدها، وكتبنا كتابنا عند شيخ معروف بالشام مشان نسجله بالمحكمة الشرعية. سيدي وللأمانة سيادة المقدم ما قصر معي ابنه، وكان معي وحدة بوحدة وضل معي لحتى استأجرت غرفة على قدي وسكنت فيها أنا ومرتي. مرتك اللي هي شيرين؟ أي نعم سيدي. طيب كمل. بعد ما تجوزت صرت أتأخر كتير على دوامي بالفيلة تبع سيادة المقدم. سيادة المقدم نقرأ كتير إنه صرت عيد التأخير كذا مرة، قام قال لي شوف يا عابد، يا أما بتلتزم بالدوام منيح يا أما بتشوف لك غير شغلي. قلت أنا دخلت عليه سيدي، قلت له مشان الله سيدي، وبست له إيديه ورجليه إنه أنا مالي إلا هالشغلة وما بفهم بشي تاني. للأمانة يعني هو كان كتير منيح معي وشرحت له شو وضعي، قلت له أنا متجوز جديد والغرفة اللي مستأجرها بعيدة كتير عن الفيلا والمواصلات صعبة وكل يوم بدي 2 ساعة للأصل، وإذا بدي أخذ تاكسي سيدي بيروح راتبي كله تكاسي ما بتوفي معي، يعني الراتب كتير قليل. أم الله يوجهه الخير اقترح علي شغلة، قال لي طب شو رأيك في عندي غرفة بالفيلا بالجنينة تبع الفيلا، جيب مرتك وتعوز تكونوا فيها. أنا طار علي سيدي ما صدق وما كذبت خبر، رحت دغري جبت مرتي شيرين وجينا سكننا بالغرفة هي الصغيرة اللي بالفيلا. شيرين وقت شافت الفيلا طقع على سيدي وبلش هيك يعني نفسيتك كلها تتغير، يعني صارت غير بني آدمي، وبصراحة أنا كمان يعني ضعفت سيدي. لحظة وحدة وحدة، بعد ما تغيرت نفسيتها شو اللي صار؟ يوم من الأيام كنا قاعدين أنا وشيرين بالغرفة تبع الفيلا والكهرباء كانت مقطوعة، هو في مولدة بس كانت عطلانة بالصدفة، يا أما ما في معزوط ما بتذكر، أم شعلنا شمعة وقاعدين أنا وياها هيك جو يعني، أم نطلت لعندي وقالت لي ولك عابد عبودي. لك ولعية شو بتنقي شو بدك وليك؟ هلا هي الفيلا الحلوة اللي برا ليش ما تكون لنا؟ شو ها؟ شو أمرتي؟ يعني قصدي بدل ما تكون لرؤوف أو لغيره ليش ما تكون إلي أنا وياك؟ والله ما عم بفهم عليكي، يعني شلون بدها تكون لنا أنا وياكي؟ بشوية شطارة وفي الهواء شيرو، هلا وقت ما طيع الكهرباء بيفصل الشحن عندك أنت يعني بصير عليك بيخط وبياخذ وبيجيب، شو بصير لك؟ ليش هيك عم تقول عبودي؟ أنت ما بتعرف شيرين وقت بدها شي شو بتعمل؟ هلا شو بدك قولي؟ بقول بس ما بتضوج علي وبتطور وبتقصر وبتعصب مثل العادة؟ لا خلاص قولي بس. ما بدي، وعدني بالأول إنك ما رح تعصب علي وتسمعني للآخر. لك العمى بعيونك وليك قولي بقى احكي شو بدك. رح احكي. نحن ما فينا نقب على وش الدنيا إذا ما كنا ماسكين عليه شيء. لمين؟ لرؤوف. شو بدنا نمسك عليه؟ أنا رح أقول لك على قصة، إذا زبطت رح يركض ورانا بإيديه ورجليه مشان يراضينا، ورح يدفع اللي فوقه واللي تحته مشان يطلع من القصة وما ينفضح. ينفضح؟ هلا مو هو ضابط؟ يعني شمت الهوى محسوبة عليه والغلطة عنده بكفرة، ونحن إذا ورطناه بهالقصة رح يدفع ملايين مشان يخلص منها. هلا أنت شو بدك؟ ما عم بفهم عليكي، قولي. أنا رح أقول لك بس شوي شوي، إيه؟ أنا مرت رؤوف مو مرتك، والبوبو اللي ببطني ابنه مو ابنك. شو عم تقولي وليه؟ طب مو انت وعدتني رح تسمعني للاخر بدون ما تعصب؟ لك العمى بعيونك شو بدي اسمع؟ شو جنيتي انتي؟ لك لا جنيت ولا شيء، هي تمثيليه منخلصها ومنرجع لبعض ومعنا ملايين. اسكتي 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 وحاجة تخبصي. انا ما عم خبص، انا رح ارفع عليه دعوه تثبيت زواج، عندي وحده رفيقتي عملت هيك مع واحد غني صاحب معمل وزبطت معها القصه. لك العمى بعيونك على الحكي، لا بقى تكملي ها، لا بقى تكملي. لا بدي كمل. بعد ما ارفع عليه دعوة تثبيت الزواج منقول انه هو قال لك تمثل قدام العالم لانه مرتك الك مو مرته له، وكل الناس هون رح تشهد لانه شايفيني هون بالفيلا، والقصة هيك رح تكون لابسته لابسته. صدقني عبودي والله القصة مضمونة، انا بس بدي اياك ترضى.
كلك سكت ولك سكت ولا حرف. ها شو ما فيكي شرف انتي؟ هلا لا تقلي شرف وما شرف، الشرف الحقيقي اني اخلص من هالزباله. شو ليك؟ لك انا صرت زباله يا بنت الحرام؟ لك مو انت حبيبي وتاج راسي، انا قصدي اخلص من الفقر هو الزباله يعني. اقسم بالله العظيم اذا بتفتحي هي السيره تاني مره لسانك بدي اصبح بتفهمي وليك؟ خلص حبيبي الله يخليك لا تزعل مني، اقصف عمري والله ما قصدي زعلان. ومن اللي عم يخلتي تضربي بيها القليل؟ ايه وبعدين؟ سيدي صارت كل يوم بتذكرني بالقصه، والشيطان شاطر سيدي ابن حرام يعني. والله ما قدرت عليه، ضعفت كثير قدامه يعني، عطشان وطلعوا لي سطل مي من البير. بعد ما صفنت لقيت انه خطه كثير منيحه ووافقت، لقيت انه اذا ما عملتها رح ضل فقير ورح ضل كل عمري اجير عند الناس. يعني مو مهم كيف بتجيب المصاري؟ لا سيدي مهم، بس يعني ساعد غفلي. لك خطه عم ترسموها مع بعض شهور وبتقلي غفله؟ سيدي الله وكيلك انا ما كان بدي بنوب حتى اسالها لشيرين اسالها. طيب شيلنا من هالحكي كمل. سيدي نحن رفعنا الدعوه اول ما فات سياده المقدم على السجن. طيب ليش عم تعترف بهالبساطه هي؟ سيدي لانه انا وقت عرفت انه هويتي مزوره فتت معه لسياده المقدم على السجن. بصراحه يعني خفت انه شيرين تطلب الطلاق بما انه انا بالسجن وتتنعم بالمصاري لحالها. يعني لو ما فتت على السجن كنت رح تكمل. ما بعرف. انا اللي بعرف. سجلت اخباري يا ابني. نعم سيدي. في شيء بتضيفه؟ سيدي انا بدي ابني. يعني انا ما راح اسمح لشيرين بتسجل ابني باسم حدا تاني. اول شيء نشوف على شو تستقر التحقيقات، بعدين في تحليل طبي شرعي للتاكد اذا كنت ابو الولد ولا في حدا تاني مالك علم فيه. شو عم تحكي سيدي؟ هذا ابني انا، طبعا انا ابوه. شو عرفك؟ بجوز اللي عامله كل هالالاعيب لها علاقه مع واحد تاني. اعوذ بالله سيدي، مرتي كثير شريفه. واضح. عندك شيء تاني بدك تقوله؟ لا سيدي. سجلت أخباري يا ابني؟ نعم سيدي. سكر المحضر يا ابني. يا حسن استلم. سيادة المقدم تفضل. يعطيك العافية. أهلين. تفضل. شكرا. المتهم أقر بجريمته بدون أي ضغط. عظيم. إيه بس لازم تعمل ادعاء جنائي، لأنه الدعوة اللي رافعتها عليك رح تسقط بمجرد إن عرضت على الطبيب الشرعي. سيد القاضي أنا بدي حقي بالكامل. بدي ادعي عليها بتهمة الغش والاحتيال ومحاولة النيل من شخصية عامة، هذا حقي. طبعاً حقك. بس لازم تقدم عروض للمحامي العام. معروض فورا.